بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح، قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني صاحب المسند رحمة الله عليه من الثقات المعروفين أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي الإمام عن وائل بن داود عن أبيه داود عن الزهري نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. هذا الحديث صحيح، وهو هنا عن أنس بن مالك عن الزهري، وأخرجه البخاري من حديث حميد عن أنس، عن الزهري عن أنس، وعن حميد من حديث حميد عن أنس، كلاهما موصول صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. ومن هنا يؤخذ بأنه لا يلزم أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، الأصل فيه أنه يكون اللحم، لكن ليس بلازم إذا لم يتيسر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على قول وجوب الوليمة، على قول وجوب الوليمة يطعم الناس أي شيء، سويق وتمر وأقط، كما جاء في الروايات، أنه روايات البخاري وغيره أيضا: فما كان أن بسطت الأنطى وألقي فيها التمر والأقط والسويق، فكان وليمة رسول الله صلى أو كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يدل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد من حيث الدنيا، وما كان عند الله له مكانة عظيمة لا شك فيه. ولا يعني لو كان صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أو يشير لكان الناس يفدون بأرواحهم بدلا عن أموالهم، فما بال هؤلاء مشايخ الطرق وغيرهم يملؤون جيوبهم من عن طريق مريديهم سبحان الله. وحتى إن بعضهم رأيت في الصور قالوا أنه أراد أن يقبل يده، ما سمح له حتى يقدم له شيء. فهذه مسائل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من أصحابه شيء، حتى إنه كان إذا استدان كان يستدين من اليهودي سبحان الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بشعير عند يهودين. لو كان طلب من عثمان، لو كان أشار على أحد، كان الناس يعطونه بدون بدل، ما هو كذا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان وخاصة طالب علم وبالأخص الداعي، ينبغي أن يكون متتبعا في مثل هذه الأمور متنزها أما في أيدي الناس. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حسن غريب، ما ندري ماذا يقصد حسن غريب، وهو يعني قالوا إنه مداره على وائل بن داود، لكنه جاءت الرواية من غير هذه الطرق، وهو حديث صحيح بذاته. هذا الإسناد حسن على ما عند ذكر البخاري الترمذي رحمه الله. هنا ثم بعد ذلك قال: أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر، وفي رواية صحيح أولم عليها بحيس. قال القاري في المرقى: جمع بينهما بأنه كان في الوليمة كلاهما سويق وتمر، وحتى في بعض الروايات جاءت وألقيت عليها ألقي عليها تمر وأقط أيضا. كل هذه كان المتيسر لدى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، وهو من يكون؟ وهو الذهلي شيخ المشايخ أو شيخ الأئمة، شيخ البخاري أيضا، محمد بن يحيى ابن الذويب ابن خالد الذهلي. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري أيضا، قال: حدثنا عن سفيان ابن عيينة نحو هذا الحديث. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ولم يذكروا فيه عن وائل ابن وائل عن أبيه أو ابنه نوف. كل هذه الطرق إن شاء الله صحيحة، ولا يعلل ببعض الروايات التي شك فيها أنه سمع ولم يسمع، لا تعلل به الروايات الصحيحة. قال أبو عيسى: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه أو عن أبيه، وربما ذكره هنا. مثل هذا الذي ذكروا، أو لأجل هذه المواضع التي ذكروها، أو ذكروا ابن عيينة لأجل هذه المواضع في المدلسين، وذكره بعضهم في الطبقة الثانية وبعضهم في الطبقة الأولى. الأصل فيه أن من عثرت على مدلساته بكلامه هو بنفسه. هنا وكذلك في موضع آخر ما يتعلق والله أعلم بماء زمزم أو بئر زمزم، وقع فيه زنجي فنزح ماؤه، وقيل: هل سمعت منه؟ قال: لا، ولا ممن سمع منه، إنما حدثني بعض أهلي. فعرفت مواضع تدليساته. لو قام طلبة العلم، وهذا يعني علم مفيد جدا في هذا الزمان، بدل تكرار الأعمال في الرسائل العلمية، لو تتبعوا مثل هذه الأشياء، وقد تيسرت لكم الآن وحيزت لكم الكتب، كتب السنة كلها بفضل الله تعالى، فلو جمعت هذه المواضع التي دلس فيها ابن عيينة، كذلك دلس فيها البخاري، قالوا: البخاري ذكروه في المدلسين، هو لأجل أنه كان يقول: حدثني محمد بن خالد، وهو محمد بن يحيى بن ذويب بن خالد الزهلي، فلأجل بعض ما وقع. لو جمعت هذه المواضع من الذين قيل فيهم أنهم كانوا يدلسون تدليسا قليلا، كان يكون أفضل حتى يعرف. وهذا دائما يعني ننوه بمثل هذا. كذلك من قيل أنه ثقة أخطأ أو ثقة يخطي، نحن يجب علينا في هذا الزمان، إن لم يكن يتيسر للماضين رحمة الله عليهم في هذا الباب، لكن تيسر لنا أن نبحث أين موضع خطئه. وما سوى هذه المواضع يكون كل حديثه صحيحا، وإلا ثقة يخطي، ربما أخطأ في هذا الحديث الذي أمامك. فإذا يجب على طلبة العلم أن يجلوا فهارس علمية لأخطاء هؤلاء بعد التحقيق وبعد التفتيش وبعد النظر في الأسانيد وغيرها وغيرها. كذلك صدوق، الصدوق لا يقال صدوق إلا أنه ضبطت عليه أخطاء. هذه كلها دين على الأمة، ودائما يعني نكلف الطلبة في بعض الأحيان، نكلف الطلبة بالدراسات العليا، دكتوراه وماجستير، يبحثون بعض البحوث، لكن يجب علينا أن نجرد يعني جهدا خاصا في هذا الباب، فتجمع روايات كل من قيل فيه صدوق وأخطأ في روايات، لأنه ما قيل صدوق إلا أنه، لأن ابن حجر يقول: الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الذبت فهو حسن لذاته. ما أين مواضع خفة ضبطه؟ لابد أن نعين أنه أخطأ في خمسة أحاديث. وأول من فتح هذا الباب ابن عدي في الكامل، كذلك الضعفاء للعقيلي، ذكروا قالوا مما أنكر عليه ومما أخطأ فيه ومما كذا. فيمكن أن إن شاء الله نوجد شيء مفيد للأمة في هذا الزمان بدل التكرار في العمل في السنة. نعم. لماذا؟ لا، حتى لو كان بعض الروايات، هو يأتي عن بعض الرواة، مثلا سفيان بن عيينة ذكر وائل عن أبيه، والرواة عن سفيان ثقات ذكروا عن وائل عن أبيه أو عن ابنه،
بعض الرواة ذكروا أن سفيان رأساً عن حمان الزهري عن أنس، فهل تعلل؟ سفيان بن كثير الرواة كثير الشيوخ، فقد يكون روى بهذه الطريقة أيضاً وبهذه الطريقة أيضاً وهكذا، وقد يكون مزيد في متصل الأسانيد. نعم كل هذا متيسر، ولذلك لا تعلل إذا كانت هناك رواية واضحة متصلة صحيحة، لا تعلل بالمرسلة، بل قد يكون الإرسال لأجل يعني اختصار الرواية أو اختصار الرواة. قال أبو عيسى: وكان سفيان من يدلس في هذا الحديث، ربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه، وربما ذكره. وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث. ثم بعد ذلك يقول: حدثنا محمد بن موسى البصري وهو من الثقات أيضا، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، هو زياد بن عبد الله بن الطفيل الآمري البكائي، لعلكم تذكرون أنه في طريق رواية عن ابن إسحاق السيرة يأتي زياد البكائي، فهذا ضعيف كذبه غير واحد من العلماء، لكن الغريب قالوا صدوق سبت في المغازي، يعني الشيء شخص إذا كان الواقدي نفسه إذا كان لا يوثق به في حديث رسول الله الذي جاء فيه من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يقولون إنه مكذب في الحديث وإمام في السيرة. السيرة قد تكون فيها روايات الصحابة ووقائع الغزوات وغيرها وغيرها، ما دام لا يخاف الله تعالى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص به وجاء عليه من كذب عليه متعمدا، كيف يخاف في أمور عامة؟ لكنهم يقولون هكذا سبحان الله أنه مكذب في الحديث وإمام في السيرة. نقول لا، بل قد يكون أكثر كذبا في السيرة والله أعلم. كذلك زياد قالوا صدوق وسبت في المغازي، إلا أنه مكذب في الأحاديث والله أعلم. قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عطاء بن السائب، وهو كان قد اختلط عن أبي عبد الرحمن هو السلمي ثقة عن ابن مسعود عبد الله الإمام الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. كأنه مفاد هذا الحديث لو صح، والحديث لم يصح، مفاد هذا الحديث لو صح أنه لا تجوز الوليمة إلا في يومين فقط، أما الثالث فلو كان يقول أو يكون من إخلاص نيته ما ذلك يسمى أنه رياء وسمعة. الحديث ضعيف على كل حال، والإمام البخاري رحمه الله قد بوب عكس هذا باب: ومن أولم سبعة أيام، سبعة أيام، وذكر عن بعض الصحابة أنهم أولموا سبعة أيام. هناك أقوال قالوا إذا كان المدعوون في اليوم الثاني غير الأول فهذا لا بأس، في اليوم الثالث غير اليوم الثاني والأول لا بأس، أما إذا كانوا هم الأولون يدعون فهو الذي كره الناس. الظاهر لا يكون، يعني حتى لو كان الأولون ثم ما هو الآخرون أو كلهم، إذا كان يولم سبعة أيام وصى الله عليه فيدعو الناس إن شاء الله فلا يكون عليه حرام. ثانيا، يعني وجوب إجابة الوليمة مثل هذه، فقالوا لا يجب إلا في اليوم الأول، إذا كان يدعو عدة أيام فلا يجب إلا في اليوم الأول، واليوم الثاني وغيره يكون فيه خيار. على كل حال الحديث لم يصح في هذا، وقد صح عن الصحابة غير هذا، وهو قد أولموا سبعة أيام كما قال الإمام البخاري رحمه الله في جواز الوليمة سبعة أيام. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، فمعناه لم يوجد دليل صحيح
في تحديد جواز يومين فقط لا أكثر. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في إجابة الداعي. قال: حدثنا أبو سلمة. نعم لحظة. قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود، حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي، وزياد بن عبد الله لزياد بن عبد الله، زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، المنكر ضعيف يكون خالف الظاهر، هذا يكون على مصطلحه. ووكيع رضي الله رحمه الله كان يقول: زياد بن عبد الله مع شرفه كان يكذب في الحديث. نعم. لكن ابن حجر عقبه وقال: لم يثبت أن وكيعا كذبه هكذا، لكن غير واحد أنهم يعني أثبتوا عليه وحكموا عليه بالكذب. فالحاصل على كلها الكيف وقد قيل، ما دام الأمر هكذا فحديثه يكون ضعيفا جدا والله أعلم، أو على أقل درجاته ضعيف. نعم. فقال ما قال أنه كثير الغرائب والمناكير، والمنكر الظاهر قد يكون كانوا يطلقون في القديم أيضا على المتفرد به منكر، أو المنكر أيضا وجد في اصطلاحهم ضعيف إذا خالف الثقة. نعم. فهنا خالف الصحيح في روايته هذا، وهو أنه لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد أو في حديث صحيح في يوم أو يومين. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر محمد بن عقبة قال: قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. وهذا إسناد صحيح في الحقيقة عن وكيع، لكن ابن حجر قال: لم يثبت أن وكيعا كذبه، مع أن رواية البخاري ثابت صحيح. أما روى عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع زياد بن عبد الله ما شرفه كان يكذب في الحديث. باب ما جاء في إجابة الداعي. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. يحيى بن خلف من قبيلة باهلة الباهلي، وكان ينسب الجوباري هكذا أيضا، وهو ثقة. قال: حدثنا بسر بن فضل، وهو بسر بن فضل بن لاحق الرقاشي ثقة، عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر إسناد صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. ائتوا الدعوة الأمر للوجوب إذا لم يكن هناك صارف، بل يقوي الوجوب أحاديث أخرى أيضا. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان له آذار لا شك فيه، يعتذر الإنسان يجوز له، وقد يكون من الآذار في عدم الحضور في الولائم إذا كانت هناك مخالفات شرعية، وهذا من لا شك فيه أنه من جملة الآذار. وقد ذكر أن بعض الصحابة، أبا موسى الأشعري دخل عند بعض الصحابة وكان قد لبس، وذكر أنه عند عبد الله بن عمر قال: كان جانب من الجدران كان قد ستر بالثوب، فغضب عليه وقال: متى انتقلت الكعبة إليكم؟ ولم يذكر أنه لم يجلس، لكنه أنكر. فبالحقيقة هنا قد يكون حضور الإنسان في مثل هذا لأجل أن يسمع الخير وينكر على مثل هذا، حضوره قد يكون أفضل بدل هجره ومقاطعته حتى يعرف الناس، ولعل لكلمته يكون لها أثر إن شاء الله في قلوب الناس. نعم. عبد الله بن مسعود أبو موسى أحد الصحابة، أنا أذكر أنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، تنظرون إن شاء الله. نعم. يقول هنا: قلت، لحظة، هنا بعض الفوائد. يقول: اتقوا الدعوة، ائتوا الدعوة إذا دعيتم. هنا المقصود منها الدعوة عامة أم الوليمة خاصة؟ الظاهر أي دعوة، إذا دعا أحدكم على الطعام فليحضر إن شاء الله. أخرج الشافعي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال: إني مشغول
وإن لم تعفني جئتك. هذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وبعضهم قال أنه ليس بواجب وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية. إذا تثبت الروايات يبدو والله أعلم أنه الوجوب هو الصواب، القول بالوجوب هو الصواب وهو الراجح من بين هذه الأقوال، إلا إذا كان عنده عذر، والآذار التي هي مقبولة في الشريعة تكون له مرخصة له إن شاء الله في عدم الحضور. قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام الحافظ هذا ما لفظه، ويجاب أولا بأن هذه مصادرة على المطلوب لأن الوليمة المطلقة هي محل النزاع. ثانيا يعني كأنه لما ذكر لابن حجر أن الوليمة التي هي وليمة العرس هي التي يجب على الإنسان يجيب، أما غيرها من الدعوات فلا يجيب، فأنكر عليه الشوكاني رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله، لأنه جاء في روايات صحيحة من دعي، الحديث الصحيح عن ابن عمر من دعي فلم يجب فقد عصى الله، وفي رواية وفي قول عبد الله ابن عمر من دعي إلى عرس أو نهوه فليجب. فالحق ما ذهب إليه القائلون بوجوب قبول الدعوة سواء كان وليمة العرس أو غيره. ثم بعد ذلك قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب، قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. في الباب عن علي يأتي الحديث إن شاء الله عن علي وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث الصحيح أخرجه البخاري وغيره. كذلك أن البراء بن عازم أخرجه البخاري وأنس أيضا بهذا المعنى، أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة. سنخة يعني كانت إهالة الظاهر من السويق من الدقيق وكذلك من اللحم، ويخلط ويكون لينا، هذا الذي يسمى ماذا عندنا، ففيه يعني كأنها متغيرة يعني قديمة. دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه صلى الله عليه وسلم، والرواية صحيحة إن شاء الله. نعم كل هذه الروايات تؤيد الوجوب، تؤيد معنى الوجوب بما جاء في حديث ابن عمر. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة. من غير دعوة يعني إذا لم يدع فهل يجوز له أن يأتي؟ قال حدثنا هناد وهو ابن السري صاحب كتاب الزهد والإمام، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير يروي عن العامش، الضرير يروي عن العامش، الضرير بمعنى الكفيف، والعامش من يكون من العاش والعامس، العامش الذي لا يرى في النهار ويرى في لا يرى في الليل ويرى في النهار، والعاش عكس هذا، أخفش عكس هذا، أخفش عاش والأخفش. نعم فالعامش أبو معاوية الضرير يروي عن العامش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي، عن شقيق شقيق بن سلمة من المخضرمين، من المخضرمين هذا الذي جاء فيه أنه نعم من كبار التابعين. أنا أبي مسعود وهو البدري، أبو مسعود البدري الصحابي رضي الله عنه وهو بدري، وفي كتاب علوم الحديث لابن الصلاح وغيره ذكروا البدري في الأنساب التي نسبت إلى غير ظاهره، إذا قيل في الصحابة فلان بدري معناه شهد غزوة بدر، فقال ابن الصلاح أن البدري هذه نسبة إلى غير ظاهره، وهو لم يكن شهد غزوة بدر إنما نزل بماء في بدر هكذا، لكن الصحيح كما ذكر البخاري رحمه الله في من شهد بدرا ذكر أبا مسعود البدرية رضي الله عنه.
عن أبي مسعود قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، لحام كأنه كان جزار يبيع اللحم، فقال له: يسنى لي طعاما. هنا ظهر أن اللحام أيضا كان يطبخ للناس الطعام، مثل ما الآن موجود في المطابخ، هم يذبحون يجزرون وبعد ذلك يطبخون لك. فقال له إلى غلام أبو يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، قال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، صلى الله عليه وسلم، نعم. قال: فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنما اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذنا له فليدخل. سبحان الله، اللهم صل على محمد، نعم. سبحان الله، سبحان الله، نعم. الشيخ شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه في المدينة، لما كان تجتمع أقطاب العلماء هناك في مجلس الجامعة، كبار الناس، الشيخ حسيني، الشيخ الحسيني المفتي، أمين الحسيني مفتي فلسطين، وكذلك عبد الله قنون، والشيخ بن باز، والشيخ عبد اللي كان أمين عام، الشيخ أبو عمر فلاتة، وغيرهم. الشيخ سبحان الله، الشيخ ابن باز، شوفوا كيف متبع السنة، كان ما هو سائقه سبحان الله. فقال: خلينا نقول للشيخ سائقنا يدخل معنا. قال للشيخ الهلالي: سائقنا يدخل معنا. قال: فليدخل. سبحان الله، عجيب هذا الشيخ الإمام، ما ينسى موقف الله ويعمل به. الشيخ ابن باز أذكره، أنا كنت في بيته، يكون سنتين في بيتي ليل نهار مع الشيخ، فالشيخ الهلالي، فالشيخ قام على الباب وبدأ يدخل الناس ويسلم وكذا وكذا، والشيخ ضحك وقال: يا شيخ محمد عندنا سائقنا. قال: فضل يدخلوا. نعم، وهذه كانت عادة على كل حال، وكان الناس يدخلون في الدعوة بدون طلب، ولا يجوز هذا، ويسمى هذا ماذا في اللغة؟ التطفيل، والطفيلي الذي يأتي بدون الدعوة. والخطيب البغدادي له كتابه التطفيل مطبوع، ذكر فيه قصة، قال: إن شخصا كان معروفا بالتطفيل، كان يدخل دائما في دعوات الناس الكبار وكذا، فلامه الناس قال: كيف ما تستحي تدخل بدون دعوة؟ قال: لا، أنا ما أدخل بدون دعوة. قال: كيف ذلك؟ قال: أنا أدخل وأتعمد الدخول من باب النساء، فإذا توجهت إلى باب النساء قالوا: لا فضل، هذا باب الرجال، هنا باب الرجال. نعم، فأنا ما أدخل بدون إذن. يقول تفضل، باب الرجال هنا. فالتطفيل هذا كان من قديم الزمان على كل حال، وهو غير محمود، نعم. هنا: فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذن له، فيه أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلها، ولا يجوز للضيف أن يأذن لأحد في الإتيان معه إلا بأمر صريح من المستضيف وإذن عام أو علم برضاه. قال الحافظ فيه: أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن، يعني إذا قال الداعي: تعذرني لا تدخل، فينبغي ألا يأخذ في نفسه شيء، نعم. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيا كان طيب المرق صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه لعائشة. فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. الذي أذكر أن الرواية الصحيحة جاءت هذه، فعلى كل حال فقال: لا، حتى في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعذرون، ربما لم يكن هناك يعني ما يكفي، ويخافون أنه يضيق للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يكون الإنسان إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف بالأحوال لما دعا جابر رضي الله عنه فأكل أهل الخندق كلهم، فهذه حالات خاصة يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أن الله يبارك في يده وفي إخراجه للطعام. نعم. فتلخص لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحضر وليمة لم يدع إليها إلا إذا استأذن له أحد، وإذا منعه فليمتنع. نعم. وجاء في هذا الباب حديث ضعيف وهو من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، لم يصح إسنادا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. باب ما جاء في تزويج الأبكار. نعم. البكر معروف هي البنت التي لم تتزوج أو لم تؤطى. نعم. وتبقى قد تكون ما دام لم تتزوج ولو عجزت تسمى بكرا أيضا. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا بل ثيبا. قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9 فجئت بمن يقوم عليهن. سبحان الله، هذا هو العقل الجبار الذي كان يحمل جابر رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة وليس من كبار، شاب، لكنه مات أبوه واستشهد في أحد كما هو معروف، فترك 7 أو 9 بنات. فقال، وفي رواية أخرى عند البخاري وغيره: فكرهت أن آتي بمثلهن خرقاء، يعني هؤلاء كلهن ما يعرفن الحياة وما يعرفن إصلاح شؤونهن، فإذا جئت بمثلهن ما استفدت، فجئت بثيب التي تكون قد مارست الحياة وقد عرفت الحياة لتجمع رؤوسهن. سبحان الله، رضي الله عنه. فقال: فجئت بمن يقوم عليهن. جاء في رواية أخرى صحيحة أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك أو بارك عليك. نعم. قال: فدعا لي. وفي رواية هنا همنا موجود قال: فدعا لي. قال: وفي رواية فبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة. الحديث فيه لا شك فيه أنه يعني فيه التزويج أو الترغيب في تزويج الأبكار من الذين هم صغار مثلهم، أما إذا كان تركت الثيبات كلهن فهذا يكون سببا لفساد المجتمع أيضا، فلكل واحد أمثاله، وخاصة الشاب ينبغي أن يكون يأخذ مثله ويلاعبها تلاعبه كما جاء فيه، وهذا أيضا له معنى كبير مما يدل على أن الإنسان أن الإسلام فيه فسحة الحمد لله، والإسلام لا يريد أن يكون الإنسان عبوس قمطرير، ما حتى ما أهلي تلاعبها وتلاعبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهن على كل حال ويسابق بينهن وما ما هن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكار، يعني كل أنواع متيسرة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أنتن قد أخذتن أو فارقتن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان إذا كان لا شك فيه يعني كبير السن فيناسبها كبير يناسبه كبير السن، لكنه صغيرة السن مهما كان هي حتى لكبير السن أيضا يكون أفيد في حياته وفي صحته وفي كل شيء كما قالوا. نعم. وهذا من قدر الله وقدرته أن المرأة ضعيفة ولا شك فيه. الآن كنت قرأت مقال قريب لبعض النساء
التي هي أظن متخرجة دكتوراه في جامعة أم القرى، كتبت وقالت حثت النساء، قالت لا تنفرن أو لا تتنفرن من الضرات أو من الزواج الثاني من زوجك وكذا وكذا، لها فوائد من كل هي جزاها الله خيرا. والطالبة عندي كانت، أنا يعني أرشدتها إلى نعم موضوع أن تعدد الزوجات في الماجستير، وكتبت رسالة طيبة جدا واستفادت من شروح الناس وشروح الأطباء وغيرها وغيرها في هذه المسائل جيدا. نعم، فالحاصل على كل حال لا شك أن الإنسان الأبكار تكونن أنتق أرحاما كما جاء في بعض الروايات، وهي رواية ضعيفة أظن، لكنها واضح أنها موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فتكون البكر أكثر ولادة إن شاء الله وأكثر ودا. فلكن لا يقال إن الثيب تترك مطلقا من حتى من أمثالها في سنها من الرجال، ينبغي أن يكون كل واحد له قبول في المجتمع الإسلامي. نعم، ثم قال: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. الولي هو الذي يلي أمر الإنسان، الولاية اليتيم كذلك ولاية اليتيمة، هنا المقصود منها لا نكاح لأي بنت إلا بولي أبوها أو من ينوب عنها إذا كانت يتيمة. فيكون شرط هذا الحديث أو هذا التبويب بالنفي والاستثناء يدل على اشتراط الولاية، والحديث جاء بهذا اللفظ أيضا. قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال: حدثنا أخبرنا شريك بن عبد الله هو النخعي القاضي، شريك بن عبد الله وهو قاضي ضعف في حفظه، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، قال: وحدثنا مهدي بن ميمون ثقة، عن إسرائيل قال: وحدثنا قتيبة، قال: وحدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق. فإذا أبو عوانة وهو وضاح ابن عبد الله اليشكري الثقة المعروف، قد تابع شريكا في روايته عن أبي إسحاق، شريك ابن عبد الله عن أبي إسحاق، وهنا في الإسناد الثاني أبو عوانة عن أبي إسحاق متابعة تامة. ثم قال: حا تحويل إلى إسناد آخر، قال الإمام الترمذي: وحدثنا محمد بن بشار هو بندار أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أيضا، قد روى عن أبي إسحاق مثل ما روى أبو عوانة ومثل ما روى شريك. فإذا شريك لم يتفرد، وهو لو كان تفرد كان ضعيفا، لكنه استغني عنه بثقات آخرين. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، هو عبد الله بن أبي زياد القطواني وكان يلقب الدهقان، وهو ثقة أيضا، قال: حدثنا زيد بن حباب، زيد بن حباب وهو العكلي ثقة، وقالوا إنه كان يخطي في حديث الثوري، حديث سفيان الثوري كان يخطي فيه، لكن هنا حديثه ليس عن أبيه عن الثوري. فإذا وهو ثقة في حديث يعني يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حسين وأنس بن مالك في اشتراط الولاية لنكاح البنات. وهذا الحديث واضح جدا في معناه، ويدل مثل قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا إيمان لمن لا أهدى له. هنا لا نكاح إلا بولي، الظاهر نفي الجنس وليس نفي الكمال كما يتحيل أو يحتال كثير من الناس في تفسيره. فيستحيل في هذا أنه لا يجوز أن تنكح المرأة بدون ولي، ولكن قل إذا نكحت فماذا يقال؟ إذا نكحت بدون ولي فهل يفسخ؟ نعم،
يفسق حتى يرضاه أو يرضاها الولي بنكاحها. نعم، يصحح العقد إذا رضي، يصحح العقد لكنه ينكح من جديد أو يعقد النكاح من جديد بمهر جديد يسمى هكذا قالوا، وهو الصحيح. باطل ليس فاسد. الفاسد يصح، قالوا نعم، وهو أصلا أنه باطل، ولذلك إذا قلنا أنه باطل معناه يرد إليه ما أخذ، وإذا دخل عليه فعليه المهر. جاء في هذه الحالة إذا دخل فعليه المهر، يعطي المهر ويصحح النكاح من جديد، الظاهر بنكاح جديد. هكذا قال بعض العلماء. قال بعض العلماء إذا رضي، تذكرون لها نظائر في مسائل الفقه، إذا رضي الولي فيستمرون في النكاح. نعم، أن امرأة جاءت أن جارية جاءت وقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني ابن عم لي، يريد أن يرفع بي خسيسته وأنا كارهة له، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها أنك تبقين هذا النكاح أو تبطلين. فقالت يا رسول الله قد رضيت ما فعل أبي، ولكني أردت أن أظهر أو أردت أن أعلم أنه لا، باللفظ الذي جاء فيه أنه لا إجبار على النساء، بهذا المعنى على كل حال. فإذا الظاهر إذا صحها، إذا رضي الولي فقد يكون، والله أعلم، الاستمرار في النكاح وعدم تجديد النكاح أيضا قد يكون جائزا، والله أعلم. نعم، الأبناء ما يلزم أن يرضى الولي الآن بعدما بلغ الولد أو الابن، فهو حر إن شاء الله، لكنه نقول من حسن خلقه أنه يرضي أباه وأمه وإخوانه وكذا، ولا يفتات على غيرهم كلهم ويتزوج كما يريد، لكنه ليس عليه ولاية، بحيث إذا كان الأب غير راضي من هذا النكاح والزوجة صالحة وكذا، فلا يلزم عليه أن يكون يطيع في هذا. نعم، الشهود أيضا جاء في الروايات، إلا أنه يعني لا نكاح إلا ببينة، لا نكاح إلا بولين وشاهد عدل، جاءت الرواية. نعم، والظاهر كل الأئمة رحمة الله عليهم قد اشترطوا الولاية إلا الحنفية كما جاء يأتي ذكره. نعم، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، سليمان بن موسى وهو الأشدق العموي، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاؤها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. فإن اشتجروا يعني قد يكون لها أولياء، عدة أولياء، العم والعمام، عدة عمام مثلا، إذا خالفوا فيما بين أو اختلفوا فيما بين أنه واحد يرضى بهذا والثاني يرضى بثاني وثالث، ففي هذه الحالة كأنه لا ولاية أو لا ولي لها، فالسلطان قاضي الدولة أو الحاكم هو الذي يكون وليا له، يفض الخلافة بينهم. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أنه، والتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، أيما عموم امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاؤها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. من هنا قالوا أنها يفسخ ويأتي المهر ثم ينكح من جديد إذا رضي، وإلا من شخص آخر. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أنا أذكر في هذا الحديث، سبحان الله، يعني على كل حال وصول بعض الأئمة في الحقيقة قد يكون فيه بعض الوصول، يستعملونها في موضع ويتركونها في موضع، إذا وافق قول الإمام وقول الأئمة.
والمذاهب ليس بلازم أن يكون قول مالك، كل من انتسب إلى المالك إلى مالك ولو كان متأخرا فكان قول المذهب، ما هو كذا. فالمسألة في الحقيقة أنا كنت أذكر أن هناك كتاب اسمه أصول الشاشي، الشاشي أحد علماء الحنفية في القرن الخامس 400 وشيء توفي، له أصول درسناها حرفاً حرفاً، وكان شيخنا يدرس شيخ جلال الدين من قريب منا، فكان يدرس ويقول تعالوا ندرس مقراض الحديث، هكذا يقول، كان يسمي مقراض الحديث أصول لكنه مقراض الحديث، ذكر هذا في باب الخاص والعام، وأنا أذكر قال باب الخاص والعام، قال الخاص مبين لا يحتاج إلى بيان، هذا من عند نفسي هكذا قال، ومثل قال وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح فلا تحل له من بعد، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، خاص في وجود النكاح من المرأة، أين خاص في وجود النكاح؟ حتى تنكح، ما قال الله تعالى حتى تنكح، مو كذا، خاص في وجود النكاح من المرأة، كلمة واضحة بصراحة هكذا قال، فلا يترك العمل بهذا الخاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاؤها باطل باطل باطل، لا يعمل بهذا الحديث. أنا أقول نحملهم تشجيع إنكار السنة بمثل هذه الأصول الفاسدة في الحقيقة، الحديث بيان للسنة ولا شك فيه. فإذا قولهم هذا، وحتى يأتي أن وكيع ابن الجراح رحمه الله أظن قال في هذا الباب، قال لا تسمعوا في هذا الباب كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأنه مخالف للسنة. نعم يأتي ولا ما يأتي؟ يأتي إن شاء الله، هو موجود في بعض الأمكنة موجود هذا. ووكيع بن الجراح من الغريب قال، هو وكيع بن الجراح قال لا تسمعوا في هذا قول الإمام أبي حنيفة فإنه مخالف للسنة، ومن الغريب أن وكيع نفسه قال في باب الإشعار أشعر النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعر، قال لا تسمعوا في هذا الباب كلام الإمام أبي حنيفة أنها مثلى ولا يجوز الإشعار، إشعار الدابة البدنة ليست يعني شاة، إنما البقرة أو البعير يشق شيئا من سنامه وينشر الدم حتى يعرف أنه مسلحة، يعرف أنه من الهدي، فإذا ندى فالناس كانوا يحترمون ويعرفون أن محلها إلى البيت العتيق، ما كانوا يذبحون في مكانهم، كانوا يأتون بها إلى الحرم ويذبحون ويأكلون ويطعمون. فعلى هذه المسلحة قال الإمام أبو حنيفة الإشعار مثلة، فقال وكيع رضي الله عنه، أنا أريد أيضا ذكروني إيش قصدي من هذا، قال وكيع رحمه الله لا تسمعوا في هذا كلام ما أبي حنيفة رحمه الله فإنه مخالف للسنة. أنا أريد أن أقول أن هؤلاء المشايخ خاصة المشايخ حنفية الهند عندهم تعصب لا تجد، إن كانت تجد التعصب في الدنيا ففي الهند أكثر، وإن كان في الهند تبحث ففي الهند الشمالية أكثر، وإن كنت تبحث ففي قرية خاصة عندهم هم أشد الناس. فالحاصل على كل حال هم قالوا إن وكيعا كان مقلدا للإمام أبي حنيفة، وذكروه في طبقات الحنفية من أوائل من المقلدين للإمام، وهم يوجبون التقليد وإن كان يتركون السنة، وهذا أمر لا نستحي من ذكره في الحقيقة، وهم بالفعل يعني يتركون السنة في مواضع كثيرة، لا يجيزون للنساء دخول المساجد، لا يجوز، طيب بيت الله ليس مسجدا يأتون بها وتطوف وتسعى وكل شيء، لكن هناك لا يسمحون، وقد بنى بعض الطلبة مسجدا لأنهم أخرجوهم من مسجدهم لرفع صوتهم بآمين ورفع اليدين، وأخرجوهم قالوا لا تصلوا معنا تفسدون أولادنا، فذهبوا وبنوا مسجدا. سبحان الله، وأنا ذكرت لكم كأني
تسبب لي هذا تأليف كتاب التقليد وحكمه في الكتاب في ضوء الكتاب والسنة. فكان المسجد بنوا والمسجد جيد بالزنك والداموك وكذا، ومن تحت داخل مفروش جيد والمصاحف والفرش، فأحرقوا المسجد. قالوا هؤلاء لا يجوز أن يبقى هذا المسجد، لأنهم يدخلون نساءهم في المسجد. في الجريدة كان مكتوب هذا، وهذا مسجد ضرار، هكذا كتبوا. فهذه التعصبات الله المستعان قد قتل المسلمين وأكل وحدة المسلمين، ينبغي أن لا يكون. لكنهم كلما تمر الأيام بدل ما وينتشر العلم، بدل ما يتلينوا شيئا ما يلينون بل يشتدون، والله المستعان. فأرى هذا على كل هل جاءت المناسبة، فذكرت أن أصول الكتاب في القديم في الحقيقة أصولهم أيضا مثل هذا الكرخي الذي كان في سنة في القرن الرابع، قال كل حديث أو آية تخالفه، سمعتم ولا ما سمعتم، تخالف مذهبنا فهو إما معول أو منسوخ. شيء غريب جدا هذا. وينشر هذا الكتاب، وقريبا طبع في باكستان، الطبعة الجديدة عندي من هذا الكتاب موجود. الحاصل، فلذلك نحث ونقول لله وفي الله، يجب علينا أن نجعل هجيرانا إن شاء الله اتباع كتاب الله وسنة رسول الله. وأئمتنا قد أكدوا على هذا، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن فرقوا المسلمين، وحتى فرقوا بيت الله، ما كانوا يصلون 8 قرون عجاف، ما كانوا يصلون أمام وراء إمام واحد، كل إمام، كل ما مصلى وكل مقام له إمام، مقام الحنابلة، مقام الحنفية، مقام الشافعية، هؤلاء جالسين وهم يصلون. وفي القرن الخامس 500 وشيء ذكر ابن جبير في رحلته هذه كلها، أنا أذكر هذا وذكرت قبل هذا للإخوان وأؤكد ذكري بذكر هذا، أنه يجب علينا ألا نسي الأدب مع كتاب الله وسنة رسول الله. إذا قلنا إنه لا يجب علي أن أخذ هذا الحديث لأجل أني فهمت منه الحديث لم أجعله شرحا للسنة، فهذا سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي المصري الفقيه، وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع. قيس بن الربيع كان صدوقا إلا أنه تغير حفظه لما كبر. أنا بإسحاق، أنا ببردة، أنا بموسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب ويونس بن أبي إسحاق، أنا بإسحاق، أنا ببردة، أنا أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن إسحاق، أنا ببردة، أنا بموسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه أنا بإسحاق، أنا لم يذكر فيه يونس بن أبي إسحاق، أنا ببردة عن أبي موسى. يونس بن أبي إسحاق لم يذكر أبا إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق أن أبي إسحاق أن أبي بردة أن أبي موسى أيضا، يعني جاد. فالذي يظهر والله أعلم أنه يكون قد سقطت من النسخ، أو يكون نسي في بعض الأحيان وذكر في بعض الأحيان. وما دام الرواية جاءت أصلها من طرق أخرى كثيرة، فمثل هذا الإيراد يكون ذكر بعض الأسانيد التي لا تؤثر في صحة الحديث. وروى شعبة، وهذا طريقة أئمتنا رحمة الله عليهم، نعم، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرسلا أو قل معضلا، لأن أبو إسحاق الصبيعي تابعي صغير، تابعي صغير قد يكون مرسلا عن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الراوي التابعي قد يكون يختصر فيحذف الصحابي وعن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، من هنا يأتي المعضل أيضا، معلق قد يحذف جميع الأسانيد، ما هو كذا. فلذلك أيضا هذا الطريق لا يعلل به الطريق الموصول. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان أن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا نبي إسحاق نبي بردة نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح. نعم عندي أصح يعني اختلاف الآخرين لا يضر بل هذا أصح لأن رواته أقوى وأوثق من رواة من رووا بحذف بعض الرواة أو حذف أبي إسحاق لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت في جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود محمود بن غيلان الحمداني الثقفي الظاهر قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود أبو داود الطيالسي أنه قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثورية أن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة سبت في أبي إسحاق أين مكحول عندنا في الرواية يبدو أن هناك رواية أن مكحول سقطت هنا لم تذكر وأنا تتبعت في تحفة الأشراف أيضا فما وجدت موضعه ابحثوا لأن هنا قال فدل هذا الحديث لأن سماع شعبة هل وجدتم هنا رواية مكحول مكحول ما جاء هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري أن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة وثبت في أبي إسحاق قال سمعت محمد المثنى العنزي الثقة يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي الإمام يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج سبحان الله الحديث هذا كأنه الآن يعني يبدو أن هناك ناسا في زمن الإمام رحمه الله ربما ضعفوا هذا الحديث لأنه انتشر قول الإمام أبي حنيفة أنه لا يشترط الولاية هذا معروف لا يشترط الولاية فالإمام رحمه الله قد يعني بالغ جهده في جمع طرق هذا الحديث والله أعلم نعم ونجد أن علماء من العلماء الحنفية إلى الآن يعني كأنهم يجتهدون أو يبذلون غاية جهدهم لتضييف هذه الرواية لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه ابن جريج ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك رواية أبي موسى ورواية عائشة شاهدا له أو شاهدة لرواية موسى أبي موسى وروي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعف هذا الحديث من أجل هذا وذكر أن يحيى بن معين إذا كانوا ضعفوا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة فسئل الزهري فأنكر يعني رواية هذا الحديث فضعفوا قلنا ضعفوا حديث عائشة أو طريق عائشة لكن طريق أبي موسى من أنسع وأوضح ما يكون من طرق كثيرة صحيحة فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا لكنه يدفع هذا التضعيف وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علي قال يحيى بن معين وسماه إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك كأن نقله أنه أن الزهري أنكر هذه الرواية هذه رواية لم تثبت هذا تحقيق ابن معين إنما صحها كتبه على كتب عبد المجيد ابن عبد العزيز بن رواد وما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج يعني الذي فيه أنه لم يسمع
والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهذا باب أيضا كبير، آثار الصحابة له معنى كبير ينبغي أن تجمع في كل مسألة. آثار الصحابة في الغالب إذا اختلفوا هل إذا ثبت فهناك قد يكون في المسألة مسألة ذات الوجوه، لكن إذا لم يختلفوا فيكون شبه إجماع في هذه المسألة، ما هو كذا؟ وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. الإمام الترمذي يعلمنا طريقة البحث في الفقهيات في الحقيقة أيضا، خاصة الآن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فهم الصحابة للحديث وعمل الصحابة عليه، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين. إذا بحثت ثم إذا وصلت إلى الأئمة فيكون هذا البحث من أرصن ما يكون، ما هو كذا، من أفضل ما يكون بهذه السورة، يعطي الإنسان الثلج واليقين على ما اتفق عليه الصحابة والتابعين والأتباع التابعين. نعم، فذكر أولا حديث رسول الله، ثم أصحاب رسول الله، ثم بعد ذلك روي عن بعض فقهاء التابعين أيضا. فهذه طريقة البحث في أو طريقة التفقه الصحيح في الحقيقة في أي مسألة. نعم، والشرحه وفيه أخذ ورد طويل، قد ذكر الشيخ الإمام عبيد الله عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله، إن شاء الله تقرؤونه في نعم، لكن أنا أذكر أنه أين كلام الوكي موجود في هذا، موجود كلام وكي في الشرح نقل قال لا تسمعوا أو في موضع آخر. نعم، يطبقون ويجيزون، وهذا فتح بابا كبيرا جدا في الهند وباكستان، أن البنت تذهب والبداية كلها فاسدة بأنها تدرس في الجامعات المختلطة قد تكون، فتحب أو يحبان فيما بينهما، يذهبان إلى القاضي يعقد بينهما وخلاص، ويجيزون هذا الشيء. هذه مشكلة كبيرة قد فتح لأجل هذه المذاهب، الله المستعان. نعم، والله نقول يعثم الحديث مظلوم في هذا، واضح جدا لا نكاح لا نكاح، فكيف لا تعمل به؟ نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. البينة المقصود منها الشهود الظاهر، وهذا الحديث وإن كان بهذا الإسناد ضعيف إلا أن معناه صحيح، وجاءت أحاديث أخرى لها من الشواهد وغيرها من أقوال الصحابة وغيرهم. قال حدثنا يوسف بن حماد المعنى الثقة، حدثنا هذا يوسف بن حماد، من هو يوسف بن حماد المعني ليس المعنى، هو من الثقات من شيوخ الترمذي رحمه الله، مضى بنا المعني. نعم، قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى بن عبد العالى الصنعاني، عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. الحديث ضعفوه لأجل تدليس قتادة، وأما سعيد بن أبي عروبة اختلاته فعبد العالى قد سمع منه قبل الاختلاط، فليست فيه إلا علة تدليس قتادة ابن دعامة السدوسي. قال يوسف بن محمد، رفع عبد العالى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، والصواب أنه غير مرفوع. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث أنس أن رجلا سافر
ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك. ما سمعنا بهذه في الملة الآخرة ولعله اختلاق والله أعلم. رجل عنده زوجتان، واحدة من في مكان عمله والأخرى في بلده الأصلي الإسلامي، يقضي 3 أشهر في العمل ويزور أهله، فما هو الحكم الشرعي؟ 3 أشهر إن شاء الله قريب، بارك الله فيك. الغياب عن المرأة 4 أشهر وأشهر الظاهر جاز للإنسان لأنها أقل مدة عدة الوفاة 4 أشهر وأشهر لا أكثر من هذا. وابحثوا، وقد سأل لما رأى عمر رضي الله عنه امرأة ذكره الأوائل أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل أن عمر رضي الله عنه كان يعس في الليل فسمع امرأة فوالله لولا الله أخشى عواقبه لزوزع من هذا السرير جوانبه، الشعر معروف. فقال دعا حفصة رضي الله عنها ونادى هذه المرأة فقال ما لك كنت تغنين بهذا؟ فقال إن زوجي قد استغزي منذ 6 أشهر أو كذا وإني اشتقت إليه. نعم. فقال دعا حفصة رضي الله عنها قالت يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت يا أبتا هل كان عن غيري، لو سألت عن غيري لا أكثر من 4 أشهر وعشر. إذا صحت هذه الرواية، أنا أذكر أني قرأتها لكن ما أتيقن، على كل حال يجوز للزوج أن يغيب 4 أشهر وعشر إن شاء الله وجزاك الله خير لا 3 أشهر. ما حكم قيام الليل جماعة في منى؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في منى ولا في عرفات ولا في مزدلفة، فينبغي ألا يبتدع، بارك الله فيك. أسماء بنت أبي بكر كانت تصلي وحدها الظاهر، هل تذكرون أنها قامت تصلي؟ جاء فيه أن أسماء بنت أبي بكر في مزدلفة قامت تصلي ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قالوا لا، فاستمرت تصلي حتى قيل لها، هي وحدها الظاهر.